كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن القادم لمدينة الموصل أفضل بكثير، وأن هناك خطة عمل واضحة للنهوض بواقع المدينة العمراني، مبينا أنه تم إدراج ملف إنشاء مطار الموصل للشروع بتنفيذه، إلى جانب العمل على إنجاز مشروعين يتعلقان بمستشفيات الموصل. اكو خطة عمل واضحة راح تصير سواء على موازنة الحكومة المحلية او الحكومة المركزية والجهات الداعمة مثل صندوق الاعمار لمعالجة ملفات كثيرة. انا رأيت حجم الدمار لا زال موجود في بعض المؤسسات، لا زال بعض او لا زالت بعض الدوائر تعمل في اماكن طارئة، لحد الان ما كملت بناها التحتية وما كملت مؤسساتها. جهود المحافظة واضحة، أتحدث بصراحة، أنا اليوم من شفت المحافظة تختلف عما كانت عليه قبل 6 شهور من زرتها، وتختلف عما جيتها في عام 2018. قد ما لحقوا أنه يكملون كل، أو أكيد ما لحقوا يكملون كل المتطلبات اللي من عندهم، لأن حجم الدمار كبير يحتاج لتخصيصات أكثر ويحتاج لتمويل أكثر. وسعينا في مجلس النواب طيلة هاي السنوات الثلاثة إلى توفير تخصيصات أكثر لمحافظتنا، وفي عام 2019 كانت موازنتهم متميزة قياسا بالمحافظات الأخرى، في عام 2020 لم تقر الموازنة، وفي عام 2021 أقرت بتخصيصات سواء كان تمويل مركزي أو تمويل قروض. من القروض اللي أقرت هو قرض الفرنسي لإنشاء المطار، ويوم أمس أدرجت وزارة التخطيط المشروع، مشروع مطار الموصل، وأصبح واقع وأصبح حقيقة انه هذا المشروع دخل، يعني ادخل في الادراج. ويمكن الاخوان المهندسين يعرفون شنو قيمه الادراج او الجهات التنفيذيه، انه ما دام ادرج المشروع اصبح يعني دخل بالحيز التنفيذ ودخل بالجدول الزمني للتنفيذ وفق مراحل مع الشركه المنفذه. اكو مشروعين اخرى اكد بها السيد المحافظ ايضا على القروض، اللي هي موضوع المستشفيات، مستشفى من القرض الكويتي ومستشفى ايضا من القرض التركي راح يتم متابعتها في بغداد. مفاصل اخرى تم ادراجها في قانون الموازنه. أرى أن القادم القريب لمحافظة نينوى سيكون أفضل بكثير، وسيكون قادم مزدهر بإذن الله.